سلام المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. كي درتو مع هاد البرد وهاد السميق لي وهاد الثلج وهاد الشتاء؟ الحمد لله على رحمه الله ورحمه مولانا. كيف ما كتشوفوا معنا حنا اليوم عاوتاني في دار حسن. ري فاطمه زهره تعطي بعدا الكلمه. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما قلتو كاينه لا داخل المغرب لا خارج المغرب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين. ايوا كما قلتو كاين رحنا في الدار ديال حسن خويا، وعلاش نخليو واحد المناسبه صافي نهضري بحال بحالك. لا لا غير هضري، نعطيو معها الكلمه الاميمه ديالها راه حتى هي شحال هادي وهي غابره معنا. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، بخير هانيين، اش كتعاودوا مزيان؟ كيف كتشوفوا المتتبعين ديالنا اليوم جينا كاينه واحد المناسبه عند حسن، عطا بنته الله يسخر ليها خديجه اللي كانت كتبان معنا في القناه الفايته، القناه القديمه اللي لغينا دابا. المتتبعين ديالنا القدام راه غادي يكونوا عارفين كلشي وعارفينها كيف ما كتشوفوا عطاها. واليوم الخطوبه ديالها اللي بغينا حنا غدا هاد الخطوبه بغينا نشاركوا معكم لقطات، الله يكمل عليها بالخير والله يسخر ليها. وبغينا نشاركوا معكم لقطات ديال الحنة ديالها. الناس وكاينه غير هنا واش ديري هانتوما المشاهدين ديالنا الحنينه ديالنا اختي هكداك. هنوريكم خدوجتي غير رجيلات وجديات، صافي دابا خدوجه هانتوما تبارك الله. خلاص بلا ما نهضروا على شكون النقاشه، كلشي كيعرفها معنا، هي نجمه ديالنا. قلبي خدوجتي يدياتك هانتوما، عاودي قلبي اليديه الاخرى. ايوا كنتمنوا لها الله يسخر ليها والله يكمل عليها بالخير. ايوا هادشي اللي كاين المشاهدين ديالنا، غير بغينا نشاركوا معكم وصافي. ايوا انتم المشاهدين ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا، شحال هادي الصراحه بيننا وبينكم ما صورنا، حشمنا حشمتي انتم غادي نشدوا ياك واش اقسم بالله الا ما صافي تلافت وكتش شحال هذه ما صورنا، شحال هذه مع تلهينا مع الخدمه واش فيه هكا شي مناسبات حتى وقعنا نت المشكل في القناه اللي توقعنا نفاتوا تنهينا مع نفاتوا حنا نفاتوا حنا حشمنا كاع ما كناش. هانتوما راه الدراري كيبنيو القيطون تبارك الله بالزغاريت، وبهذا غير ما شديناكم ما شديناهمش فاش كانوا كيزغرتوا كنا ملاهين. فاطمه زهرة عودتها لحقاش. فاطمه زهرة شنو هما العادات والتقاليد؟ فاطمه زهرة شنو هما العادات والتقاليد فاش كيكونوا كيبنيو القيطون؟ حنا فاش شحال هادي من زمان كانوا كيحطبوا العواد، فاش كيحطوا السطر بهاد العواد كيزغرتو، فاش كيفتلوا الطعام كيزغرتو، فاش كيسقيو فاش كيسقيو كيزغرتو، فاش كيكونوا الجيران تجمعوا كاملين كيحنيو العريس ولا العروسه. ولكن هاد العادات عندنا في العرس، هاد العادات عندنا في لا حتى في الخطوبه، حتى في الخطوبه اللي بغى يحني الرجال شي واحد ولا كيقولوا كنحنيو الجار ديالنا. ضحكوني الدراري كيحلوا هذيك ديال الطبله وطاحت لهم في الارض. بلاتي بلاتي نمشيو لعند حفيظه مسكينه راه كتوصل الدقاق. حفيظه كيف حفيظه شكون اللي كلا لكم شي حاجه؟ السلام عليكم. حفيظه ديالنا راه كتوصل مسكينه الدجاج، كتعاودو من روت وراه مرقدتهم من البارح. شوفي مروان تيجيب لي الكره كيقول لي الفخيا ديالو. ايوا باش دابا الحال باش ان شاء الله نلفوهم يطيبوا شويه بقليل، باقي غيتعاودو الغسيل. المهم غادي تغسلوهم على حقهم وطريقهم ان شاء الله. يلاه كتوعدي المشاهدين بشي دجاج مدغمر على حقه وطريقه. هانتوما المشاهدين الطيبه ديالنا الحادقه، غدا نشوفوها شنو دارت. غدا غنصور لكم الفيديو ونوريو لكم الدجاج اش دارت له. ياك حفيظه؟ ان شاء الله. قولي نعم حفيظه راه تيعيط. هانتوما المشاهدين ها هما القطن كيتبنا، البنات كيغسلوا الدجاج والبنات الداخل كيحنيو مع البنيتات، غير ما تقدرناش نصوروا كلشي. سير فاطمه زهره هزي سير عيني نشوف فاطمه زهره المشاهدين اش غدير. هاي 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 صافي عييتي بلاتي نحضي لهم المشاهدين ديالنا، نحضي لهم الدجاج ما يحد ما يمشي كلشي، واحد ما يقدر يقول على المشاهدين.
ايوا كيفما كتشوفوا معنا القيطون كيتبنى دابا. هادشي راه نهار قبل الخطوبه والعيالات كيغسلوا الدجاج وكل واحده شنو كيدير راكم عارفين الشقه وكل واحده شنو كيدير. انتم تابعوا معنا. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا نهضر. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، بغيت نوريكم النقاب نسيتهم حتى قالت لي امي زهره تدخل الكاميرا قالت لي اش دوك النقاب؟ قلت لها راه غنحيدهم راه غنزيتهم. مع درتو كاينه شي شوار لخديجه وقالت لي هاكي شدي هادو وانا شدهم ودرت واحد هنا واحد هنا وخليتهم. قالت لي دابا تقصي بهم هكاك تيجيو الناس. اييه اش كديروا دابا؟ دابا امي زهره بلاصه العروسه واخا بيناش العروسه ها بلاصتها فين جالسه العروسه مسكيه كتصايب الماكياج. اييه لا تنسحاتو كاينه صراحه المشاهدين ديالنا سكينه راه عندها ديبلوم ديال الحلاقه وكتصايب. ايوا 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 المشاهدين ديالنا هي كتصايب العروسات تلفتني قلت كنلقانا القناه القناه راه قالك بغات تطلب المشطه مسكين. هي مشطه ايوا هاستي شوار هات سكنها المكياجها. ايوا صافي كما كتشوفوا لا تنهضر لا تنهضر. ايوا قربي باش هاكك زيدي سكه لا تنهضر حداكي. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. شاركنا معكم البارح توجيهات والى اليوم عرقينا والو كنتبع على ضرني لا شوف كيفاش شحال هادي ما صورنا حشمنا وكاع حشمنا وكيفاش كنقدروا نهضروا نسيتو نسيتو شحال هادي. وكيف ما كتشوفوا المشاهدين ديالنا اليوم نهار الخطوبه ايوا راه ما بقيتش عاوتاني فنانه راه رجعت عاوتاني رجعت عاوتاني شيماتي رجعت كنصايب عاوتاني العروسه دابا عاوتاني حر اخرى قالك سبع صنايع عرس قضايا سبع صنايع عرس قضايا. ايوا دابا كيفما كتشوفوا حنا كنصايبوا العروسه ها المكياجات ديالنا باش اللي كنديروا نيت لراسنا هاد الخدمه. المهم باش كنصايبوا لخديجه ونيش انا وشنو راه عيسك مي صحاب كنديروا شي حاجه رخيصه لا كاليتي غير كاليتي 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 كيكون عند الكوفورات كدير لك غير بوماده دير لك ها ويلي ما تنتقديش الكوفور ماشي كلشي ماشي اغلبيه كاين اللي في المدن الصغار اللي وهذا اللي كيخدموا داك الشيء اللي كاين ماشي اغلبيه الكوفورات. انت فاش كنت كتعلم الحلاقه كنت كنشري غير البوماده 260 كنت كتخدم عباد الله لا فاش كنت كتعلم كنديرها لك لوجهي كتعلم عاد دخلت للفن وبجيت نشري الماسكارا كنت دايره 50 درهم وجات غالية ها انتم غادي تتابعوا معنا الاجواء ان شاء الله وكلشي غادي تشوفوه. لا يجي لا يجيو حباب العروسه يلقاوها كاع ما مقاده. سيري الله يكبر عليك من بخير وعلى خير. يا ربي. يا شي اللي عطلوا عقبال البنات كاملين اللي ما مجوجينش. ومازال غتشوفوا كلشي ان شاء الله غير بغينا نشوفوا. شوفوا خفيضه دارت المشاهدين في الغميره ديالها والدجاجات ديالها. اييه هايات. اييه دابا تمشي فاطمه الزهراء انا ما قديتش ندخل للكوزينه غادي يجريو عليا. بلاتي واحد شويه. وغادي نشوفو ايوا شي راه لان اليوم راه جيت غير ضيفه عليهم ما عاونتهم ما حركت لهم لا كاسله لا حتى المشاهدين ما بغاتش تمشي خاص تعطيوها العصا. شنو ما بغيتش نمشي للكوزينه نصور ايوا الشيء اللي كاين المتتبعين ديالنا انتم غتتابعوا مع امي زهره وما تنساوش تابعوا تابعوا ما تقعوش وما تساليوش. لا ياك ايوا انتم المتتبعين ديالنا حنا كنعيشوا الاجواء ديال الخطوبه اللي قلنا ان شاء الله. المهم انتم حنا موجدين سكينه مازال كدابز مع هذا ديالها راه كندابز المشاهدين ديالنا مع المشطه ديالها هذا المساليك ايوا هانتوما كتشوفوا لي عبد الله اسماء كدابز مع المكياج حتى هي مع البنات هانتيا سلميك ايوا هما راه مساليش دابا من بعد غنتابعوا معنا ان شاء الله.